بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حبايبي أهلا وسهلا بيكم، طلباتكم أوامر. هنشرح العباية الجميلة دي أو دريس حلو بتاع محجبات. حبايبي طلبوه كتير. طيب ده بيتعمل إزاي؟ الأول هو عبارة عن قصة سبعة بكشكشة، الكم واسع من عند الأسورة، وانت بتركبيله أستك عشان يظهر معاكي بالشكل اللي انت شايفاه. طيب الكم ده كلوش، طب بيتعمل ازاي؟ لقوانينه وقواعده عشان يطلع معاكي بنفس الشكل اللي انت شايفاه. وطبعا في جيب سيالة من الجنب، عايزة تعملي الجيب اعملي، مش عايزة خلاص. وفي مرد مخفي من جهة واحدة، وعراوي طايرة. انت عايزة ما بتتقنيش قوي حتة العراوي الطايرة دي، ممكن تعملي مرد 2.5 سنتي وتعملي عراوي وزراير عادي. لكن بتقدري ان انت تعملي العراوي الطايرة، ودي سهلة جدا جدا. ماشي. طيب احنا هنشرح الاول الموديل ده بيتنفذ ازاي. حبايبي لايكاتكم، دعواتكم الجميلة، وتعليقاتكم عشان الفيديو ياخد وضعه في اليوتيوب، يعني يحطوه في المقترحات واكبر مجموعة تستفيد. طيب انت بترسمي الباترون بتاعك بالشكل ده، نشيل ده بقى كده، الباترون العادي. وده انا رسماه على اي موديل، افتحي اي موديل شوفي الطريقة اللي بيترسم بيها. انت بتاخدي الطول اهو، اخدنا الطول اللي انت عايزاه. خلاص هتيجي بعد كده هتاخدي خط الاكتاف، تيجي تاخدي عرض الرقبة. ودايما تبصي للموديل تشوفي الديكولتيه بتاعنا على قد الرقبه اهو، نوسعه 1 سنتي زي ما موجود في الموديل. خلاص هتيجي بقى بعد كده انت بتاخدي زي ما قلنا محيط الصدر بتقسميه على 2 4 مرات. شوفي اي فيديو من اللي احنا شارحين فيه عفوا، هتيجي مثلا وليكن طلع عندك 7 سنتي، تحركي كده 1 سنتي، انزلي كده 1 سنتي، 7 سنتي، يبقى هتاخدي 7 سنتي، مالكيش دعوة بواحد بتاع التحريك اللي احنا بنريح فيه الرقبة، انزلي 7 سنتي واعملي الديكولتي بتاعك. بس عشان كل الحاجات دي انا شرحها حبايبي في الموديلات السابقة، شوفيها عشان بس الفيديو ما يطولش معانا. اديكي الموديل ده بيتعمل ازاي، بتنزلي من الكتف. طبعا كل الحاجات دي شرحاها، ارجعي لاي موديل حبيبتي اللي هتعمله هي وبناتها. فطبعا انا مش حاطه مقاس معين عشان تشوفي طريقه اخذ المقاسات في الكورس المجاني على القناه، المقاسات ازاي. وبتشوفي بعد كده انا شرحه الكلام ده على الباترون المسطح العادي بطريقه سليمه صحيحه، ازاي بتجيبي خط الباط الجيرو الكلام ده. اي فيديو بقى عندك على القناه في الموديلات هتلاقي الكلام ده كله مشروح فيه، عشان بس ما ناخدش وقت كبير. ادي كده عملنا محيط الصدر، خدي عادي بطرونك عادي خالص. واحنا قلنا خط نقطه الجيرو بترتفعي بيها حسب الحجم بتاع حضرتك، رفيعه بتطلعي من 5 ل 6، متوسطه 7، ممتلئه 8 9، وما تزوديش عن كده، بترتفعي 3 سنتي. هو ده الكلام المظبوط يا حبايبي، ده من اسرار وتكات الباترون البروفايلي. وتروحي عاملة يطلع معاكي مظبوط جدا جدا. خلاص هتنزلي بقى بالنقطة، بتقيسي من هنا كده الوسط. طبعا انت مش هتاخدي اي تقسيمات ولا اي حاجة، وانت بتضيفي عندك من 6 الى 8 سنتي بتضيفيهم على الدورانات، الصدر الوسط محيط اكبر عشان خاطر
دي عباية او فستان محجبات. خلاص كل ده احنا شرحينه حبايبي. هتيجي بقى انزلي من هنا، ودي تكة من تكات البطرون البيروفايلي، وده اساسي لاي مقاس. تنزلي 22 سنتي، دول عشان نحدد معاهم المحيط اكبر. الحبايبي في لغايه الان ما بيعرفوش نقطه محيط اكبر دي يحطوها فين، فبياخدوها من عند الوسط او من عند الباط وخلاص على كده. لا، هي ليها قوانينها برضو. هتنزلي بقى بصي كده، كل ده احنا شرحينه في الموديلات السابقه بالتفصيل. تشوفي حضرتك بس عشان اقول لك، وبتاخدي عشر الطول بقى توسيع في الديل. يعني ايه عشر الطول؟ يعني احنا لو هنوسع من الوسط هتاخدي من الوسط لغايه الديل وليكن متر، يبقى عشر الطول 10. عايزه زياده زودي 2 سنتي يبقى 12 سنتي. وهنروح بالشكل ده. تاخدي بقى التظبيطه اللي احنا بنحب نظبطها بتاعت الوسط عشان ما يتكشكش معاك. انت قستي هنا من هنا لهنا طلع 100 سنتي، يبقى لازم تقيسي من هنا لهنا يطلع معاكي 100 سنتي. احنا قلنا التوسيع ده هيرمي معاكي طول، هتلاقي الدرس بتاعك مجنح من الجنبين. لا، انت تظبطيه بالطريقه. يبقى احنا هنا خدنا 100 سنتي، يبقى ده 100 سنتي هيفرق معاكي 1 سنتي 1.5 حسب الطول بتاع حضرتك. وهتروحي عامله كده كده، انت ظبطتي الطول. هنيجي بقى نشوف الموديل بتاعنا بيقول ايه. انت حبيبتي ممكن تشتغلي ده على القماش على طول، يعني انت تجيبي القماش وتشتغلي عليه. بس انت كمبتدئة يعني اشتغلي على ورقة بطرون افضل. حطي ورقتين قدام بعض، لزقيهم بسلوتيب او دبابيس ابرة واشتغلي عليهم. فده يعني افضل لك لو انت مبتدئة. مش مبتدئة كل ده انت هقول لك ازاي تشتغلي على القماش، بس ده للناس اللي لسه معانا خايفين يقصوا على القماش. احنا عندنا القصه بتاعتنا بقى، بصي من نقطه الجيرو، ادي نقطه الجيرو اهي، خلاص نازل، ادي الصدر اهو. بس احنا عشان خاطر نظبط هقول لك بقى تحددي ازاي النقطه بتاعت بروز الصدر. هتنزلي بخط الباك كده خطوط وهميه. خطوط وهمية يعني ايه؟ يعني ما بتتقصش، خطوط متقطعة. انت كده حددتي العمود بتاع البنسة، اهم حاجة النقطة دي حبيبتي اهي. خلاص هتيجي بقى بصي من عند، نشوف بس الموديل. ادي النقطة، هتحددي بقى طول بنسة الصدر بتاعك ازاي. بتاخدي من عند التقاء الرقبة بالكتف وتقيسي لغاية اعلى نقطة في بروز الصدر عندك، ما 26 27، بتروحي قايساها كده. بصي بالمزورة او بالمسطرة الكبيرة بتروحي حطاهم كده، وتروحي لغاية اللي احنا عايزينه. خلاص هنيجي بقى احنا عندنا هنا القصة من عند الجيرو، هتروحي عاملة كده اهي. بصي بقى اهي، انزلي من تحت الخط بتاع محيط الصدر، انزلي 5 سنتي كده اهي. نزلتي هنا 5 سنتي وتروحي عاملة. طبعا احنا هنا بصي بقى تروحي نازله بيها كده اهي، انزلي بقى كده حوالي 10 سنتي 15 سنتي حسب ما انت عايزه حجم الكشكشه. يعني تقيسي كده وتروحي نازله حسب ما انت عايزه الكشكشه بتاعتك قد ايه. ممكن تاخديها 10، عايزاها خفيفه 6 سنتي، حسب ما تحبي بالشكل ده، وتروحي مكمله. في حبايبي بقى ودي غلطه يعني بوظت فيها القماش،
تقول طيب ما انا اخد كده وتروح. بصي بقى تروح الصعبه بدل ما تنزل بيها كده، لا بتروح واخدها بالشكل ده. طبعا لما تيجي تدخل بالكشكشه ده هيرتفع معاها، يشلح معاها، بوظت الدنيا وبوظت القماش وما قدرتش بعد كده تتصرف فيه تعمل فيه ايه. بس احنا بنشتغل بحسابات عشان خاطر يبقى معاكي الموديل مظبوط. ودوت بيدخل معاكي كشكشه، ده الجزء ده بقى هيدخل معاكي كشكشه وبتيجي زي ما قلت لك. طب انت لو عايزه تعملي مرد ومش عايزه تعملي زراير طايره، هتدخلي من هنا كده. بصي اوريها لك برضو عشان اديكي كل الاختيارات، هو سهل، ده سهل وده سهل. ادي كده 2 سنتي ونص وبتروحي نازله كده اهي، وده طبعا هيتقص الجزء ده كده هيتقص، ويبقى تعملي حساب الاتنين ونص اللي انت خدتيهم دول في الكشكشه. يعني خدتي 10 سنتي خليها 12 ونص عشان بس تبقى الكشكشه معاكي بالشكل ده اهي. اهي بصي بالطريقه دي، ونقص بقى عشان نشوف بعد كده هنعمل ايه. فستان سهل جدا، سهل تنفيذه. بصي الكشكشي الاول، يعني انت هتكشكشي بقى الجزء ده وبتروحي مركباه على الجزء بتاع السفره من فوق، وده ممكن تخليها زي ما هي كده. لو انت عايزه تعملي الزراير الطايره ممكن تستخدميها في الزراير الطايره. موديل سهل جدا. وطبعا انت عايزه تعملي الجيب، انزلي من تحت خط الوسط بخمسة سنتي وتعملي الفتح بتاع جيب السياله، وده سهل جدا. ادي حبيبتي الموديل بالشكل ده، سهل بسيط ما فيهوش اي حاجه. طيب انت عايزه تعملي الظهر، الظهر هتعمليه كده. بصي بس عشان احنا مش عايزين ده بقى دلوقتي. ادي الظهر، انت بتاخدي عادي نفس الجزء طبعا لها فيه صفرة ولا اي حاجة من الخلف، بس اعملي هقولك تعملي ايه. هتنزلي من هنا 2 سنتي وهنا 8 سنتي اللي انت خدتيهم، ادي 8 سنتي. تاخدي عادي بقى معاكي كل التفاصيل اللي احنا واخدينها بالشكل ده اهو. هنا بقى بتطلعي 4 سنتي، تدخلي 1 سنتي وتروحي طبعا عشان من الخلف ما بنديش حرده كبيره لان ما فيش اي بروز. هتنزلي بقى بالوسط، ادي الوسط بتاعنا اهو، نفس بقى التكات. الوسط هنا بتضيفي 1 سنتي على محيط الوسط اللي انت خدتيه اساسا، وهقول لك ليه. ادي هتعملي بقى كده اهي، طبعا مفيش حاجه هنا بقى بتتقص ولا اي حاجه. انت هتعملي الخياطه في نص الخلف زي ما انت عايزه بقى، بس في التقسيمه بتاعت الظهر حضرتك اطلعي من فوق خط الصدر كده 5 سنتي، من على الوسط هنا ادخلي 1 سنتي وانزلي 18 سنتي من تحت الوسط وتروحي عامله كده. لان احنا ظهرنا مش جزء حته واحده، لا ده احنا في التقاء الجهتين بالعمود الفقري، يعني احنا ظهرنا معمول كده نازل كده، فدي تظبط لك الدرس بتاعك. حتى استخدميها مع الجواكت، مع في بلوزات بيبقى تحتاج فيها تقسيمات
استخدمي التقسيمه بتاعه الظهر ديت، وبتروحي طبعا قصه. انا اوريكي بس عشان ابتدي اوريكي الكم بالشكل ده. طبعا بتسيبي بقى براحات الخياطات، وكل ده انا ذاكراه في الفيديوهات اللي قبل كده. طيب بصوا بقى، عشان الكم بتاعنا ده كلوشه، حضرتك هترسمي الكم العادي ده هتلاقيه على القناه في الكورس المجاني طريقه عمل الكم العادي. حضرتك تشوفي الفيديو بيتعمل ازاي عشان تظبطي، وانا شارحه برضو الكم العادي ده في كل الموديلات. حضرتك تطلعيها بس عشان خاطر ما نستهلكش الفيديو في التحميل، بصراحه بيتعبني جدا وبياخد وقت طويل قوي معرفش ليه. هنيجي بصي بتقسمي بقى، وهنا بتيجي تقسمي، والتقسيمه دي بترتفعي بيها، دي انا شرحها، كل ده انا شرحها. هنيجي ادي راس الكم، بتاخدي تلت محيط الذراع زائد واحد، تنزلي بالكم كده خلاص. وهنروح ممكن تاخدي هنا 1 سنتي، ده خارج الحسابات، بيريح معاكي الظهر بتاع الكم في منطقة الظهر لما بتيجي تجمعيه مع الكورساج من الخلف. وبتقسميه، كل ده مشروح يا حبايبي عشان اشرح لك فكرة الكم ازاي. ادي بتاخدي محيط الرسغ بتاعك عادي جدا، الرسغ اللي هو ده، اللي هو ده اسمه رسغ. توصلي بقى، احنا قلنا 1 سنتي ده خارج الحسابات، بيريح عشان الكم ما يشدش معاكي من عند البطن من الخلف خلاص. هتيجي بقى هنعمل التوسعات بتاعتنا، اخرجي كده 5 سنتي، ومن هنا 5 من 5 ل 6 حسب ما انت عايزه. عايزه 6 سنتي نخليه 6 سنتي خلاص. هتيجي بقى من هنا، واضح يا حبايبي؟ من هنا بقى انزلي بالخط بتاعك ده كده، وهنا نقطة المرور برضو دي اهي هننزل بيها، ما هي دي اسمها نقطة مرور للجزء الثاني، هننزل بيها بالشكل ده. هنقص بقى، فكرته سهلة بس اعرفي القواعد بتاعته ايه. احنا نسينا هنا هتوصلي 6 سنتي دول، وهنا برضو عشان حبيبتي تلحق تفصل الدرس هي وبناتها. واي استفسار اكتبيلي، او اي حد برضو منكم عايز اي حاجة اكتبولي حبايبي، انا برد عليكم. في موديلات وفي باترونات على الصفحة جميلة جدا برضو، ان شاء الله تفيدكم. يعني هقولك بقى نعمل ايه، ده طريقة الكم الصح، مفيش حاجة اسمها تشتغلي عشوائي وتعالي اعلمك الخياطة سهلة، مفيش حاجة اسمها سهلة. انا اعلمها لك امتى سهلة؟ لما اعلمك على الاسس والقواعد السليمة دي سهلة، لكن ان انا اقولك اعملي كده واتني الكم كده وخدي التوسيع، يعني ممكن انا اقول لك خلاص كده ادي الكم اهو وانزلي بوسعي كده، لا ده مش كلوشه، ده غلط. اللي احنا عملناه ده هو الصح. هتيجي بقى بصي هتشقي من نهايه الكم كده، بس مش هنشقه كله لان احنا لا عندنا كشكشه ولا اي حاجه في راس الكم، كل التوسيع من جميل جدا. طبعا لما تيجي تحطيه على القماش اعملي حساب الاستك اللي هتركبيه، استك مثلا عرضه 1 سنتي يبقى 2-3 سنتي الزياده حسب عرض الاستك يعني. خلي بالك اوعي تفلت منك زي ايه، احيانا بتفلت مني برضو، بس خلي بالك على شعره كده
خليها على شعر. بصي ادي انت هنا عملتي التوسيع 6 سنتي، يبقى هنا التوسعات انا هسيبها لك على الترابيزة عشان تبقى واضحة معاكي، لان على الورق مش هتبقى واضحة. يبقى هنا هنسيب 6 سنتي 6 سنتي 6 سنتي. ممكن تحطي الباترون كده على القماش وتدبسي الدبابيس وتشتغلي عليه عادي، وبتسيبي تضعفي مقاس الاستك الرفيع اللي هتاخديه مرتين وزائد مره للخياطه. وده كان الموديل اللي حبيبتي طلبته عشان تلحق تعمله للعيد هي وبناتها، ربنا يحفظهم لها، وكل سنه وانتم طيبين، القاكم على خير، السلام عليكم.